عواشركم مبروكة ورمضان كريم. اليوم الإخوان ليلة 27، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وبالمغفرة إن شاء الله، وتحياتي لكم. وما تنسوناش الإخوان من الدعاء، الله يسخر الجميع. فلوك ديال اليوم الإخوان بتاريخ 17/4/2023، هادو خروفات الإخوان كنت شريتهم من أحد المتتبعين، تقريبا شي شهرين ونص تقريبا. تبارك الله، يعني تبدلت الحمد لله. من الإخوان بعد ما دوزوا واحد شهر، هنا من بعد ما دوزوا شهر تقريبا مقفولة 30 يوم، يعني السلعة تبارك الله تحسنات الحمد لله، كاينة النتيجة. وهنا الإخوان حاليا في هاد لاطات هذا، يعني في هاد النهار هذا الإخوان، هي هادي السلعة تبارك الله راه سمنت. هنا الإخوان غادي نحطو النمرة ديال الأخ هشام بالنسبة للناس ديال تيفلت والنواحي، الجزيرة ديال تيفلت مرحبا بهم عند سي هشام، الله يسخر الجميع. خرفة الإخوان تبارك الله وازنة، خرفة جزيرية اللهم بارك. بالنسبة للميزان الإخوان تبارك الله فايتها 30 كيلو، 30 كيلو تبارك الله فايتها، لكن متى تشوفوها تبارك الله تدوز وحدة وحدة، الله يسخر الجميع وتحياتي للجميع.